ويمكن امبارح كان في اجتماع مع سيادة وزير السياحة دكتور هشام زعزوع، عايزين نعرف ايه اهم القرارات اللي اتناقشت في خلال هذا الاجتماع. اهلا بحضرتك اولا. اهلا بحضرتك. واسمحي لي قبل ما ابتدي اتكلم على القرارات ان انا اعزي اسر الضحايا واعزي الشعب الروسي واعزي شعوب العالم وادعي ربنا ليهم بالمغفرة ولاهلهم بالصبر والسلوان. موقف محترم من حضرتك ويعني بنحييك عليه. ربنا يخليك. ودي اعتقد ان دي اهم قيمة عندنا ان احنا لازم ننظر اليها برضو، اللي هي فقدان الارواح اللي كانت موجودة عندنا وكانوا ضيوف. امبارح معالي الوزير كان عمل اجتماع مع اعضاء الاتحاد ممثلا في رئيس الاتحاد الاستاذ الهام الزيات ورؤساء الغرف لمناقشة الازمة، وعلشان خاطر نشوف ايه الحلول السريعة اللي ممكن نقدمها ونقدر نخلي شرم ما تتأثرش التأثر السريع بسبب انخفاض نسب الإشغال اللي هتكون موجودة في الفترة الجاية. فالمبادرة مفروض ان معالي الوزير هيجتمع بيها ويعرضها يوم الأربعاء على مجلس الوزراء علشان خاطر تظافر باقي الوزارات كلها معانا، سواء من وزارة الطيران المدني في تخفيض أسعار تذاكر الطيران على منصة الطيران، أو في تخفيف نقط التفتيش اللي موجودة وان احنا نشوف لها اليه تكون اسهل بحيث الناس اللي مسافره بالعربيات، لان فعلا دي بتاخد وقت، يعني اللي طالعين بالسوبر جيت او طالعين بالاتوبيسات على الطريق بياخد وقت كبير جدا بيقف. طبعا هي حاجه مهمه جدا ومطلوبه ان احنا يبقى في نقاط تفتيش، بس ما تبقاش بالكتره دي او ما يبقاش الوقت، يعني الواحد لو سايح رايح بالاتوبيس هيزهق هيتعب هيمل. ما هي دي من ضمن الحاجات اللي نوقشت امبارح في الاجتماع، بحيث ازاي نقدر نحط اليات تخفف الوقت بتاع التفتيش او تقلل العدد مع الحفاظ برضو على نفس مستوى الامن والامان المطلوبين، لان احنا مش هنستحمل اي حادثه طبعا تاني تحصل في منطقه جنوب سيناء ولا في مصر كلها. تمام.